طرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة طرح رواية جديدة بشأن تحديد المقعد الثاني للأندية المصرية في بطولة الكأس الكونفدرالية الموسم المقبل. قال حسين أن لجنة الأندية بالكاف لها الحق في اختيار النادي الذي يشارك بالكونفدرالية في الموسم الجديد إذا كان الفائز بالكأس يشارك في دوري الأبطال. أضاف رئيس لجنة المسابقات أن لائحة لجنة الأندية في الكاف تعطي لها الحق في أن تحدد وتقترح وترشح الوصيف. كان اتحاد الكرة قد أعلن أن صاحب المركز الثالث بالدوري وبطل الكأس أو وصيفه تواليا هما صاحب مقعدي في مصر في الكونفدرالية.